من أهم المسائل على الإطلاق في هذا الظرف بالذات وفي هذه الأيام التي نعيشها هو مسألة الترفيع في الأسعار والاحتكار والمضاربة للتنكيل بالشعب التونسي، لأن هناك من غايته التنكيل بالشعب. قمتم بثورة فادفعوا ثمن الثورة بالجوع والألم. وحذر هؤلاء المضاربين والمحتكرين وأصحاب مخازن التبريد الذين يعبثون بقوت الشعب، ومن يقف من ورائهم خلف الستار نعرفهم فردا فردا. وستأتي اللحظة التي سيدفعون فيها ثمن ما يفعلون. هناك إجراءات قانونية السيدة وزيرة التجارة لابد من اتخاذها، ولديك من القوانين ومن النصوص لوضع حد لهذه المضاربة ولهذا الاحتكار ولهذا التجويع ولهذا التنكيل بالشعب التونسي بالاستعانة مع قواتنا المسلحة الأمنية. الشعب يتشكى وتونس باركة، يلزم يعني أبسط الحلول، يلزم مش كما سيد قالك ليه ومش نقص وما زعماش وسكرها. حاول الله يلزم الجهود، يلزم الخدمة، بقيتش نقعدوا نتورجوا. إن شاء الله ياخذ قرارات صارمة إن شاء الله، واللي يعمل الشيء هذا مجرم يتعاقب من شنو ويوازي الميزانية والاقتصاد والدولة على الأقل على الأقل على الأقل ينقص شوية، ما يزيدش على الأقل الآخرة تقعد هكاكا، ويزيد ويزيد بالأجور باش نجمو نعيش. مش نحرق ما يعمل شيء، ما ثم شيء ما يعمل شيء، نبقوا نتورج أنا وإحنا استغفر الله العظيم تشعل فينا النار. نحن رانا مسدين وقيس عايد في كل شيء، راه فهمت كيفاه، وعندنا ثقة تامة فيه. توا رئيس الحكومة أول حاجة لازم تعملها لازم تغير القوانين، خاطر المحتكرين انت كيفاش تحاربهم باش تحاربهم بالقانون. لازم يعرف اللي هو كيفاش يحتكر، لازم تكون عنده عقوبه قويه ردعيه، فهمت كيفاه. اول حاجه لازم تغير القوانين والتشريعات هذيا باش تردحهم بالقانون، واللي يخافوا يعرف روحه باش يحتكر راه باش ياخذ شبع حبس، فهمتني. اول حاجه هذي، وثاني حاجه فهمت اش انا معناتها. تو تحكي انت تمشي باش تشري مثلا الدجاج، يقول لك هو الدجاج راهو غالي، تو زاد غلا وصل حتى الكيلو ب 10000 راهو الدجاج في الحوم الشعبي. يتحكي معايا يقول لك اخوي مش مشكلتنا نحن، وحكايه كما هذه يلزمها ناس مختصين، معناتها يلزمها ناس مختصه وناس تفهم في الاقتصاد وناس مش لعب. ان شاء الله اخويا نجلب ودن تتحرك رئيس الحكومه، ان شاء الله اخويا البلاد تقدم من هنا لقدام ان شاء الله يا اخويا، ويحاربوا الاحتكار بالحق ويحاربوا غلاء الاسعار بالحق، مش كلامه برا في التلفز. والله بالنسبه للبارح هو لقاء اول، نعتبره لقاء اول، مازال الحكومه مازالت عندها تقريبا 4 أيام ولا 5 أيام، والشعب التونسي هيك اللي مزروب ما فهمتش انا شنو تونا نحب تو صحيح. معناتها الاسعار سعار تو عندها تقريبا 20 سنه فهمتني، ولا ونحن معناتها طالع على السماء وما يجيش في نهار واحد وباش يطلع. يلزم يستدعى الوزراء نتاعو، كل وزير معناتها يعطيه المهام نتاعو باش معناتها اسمه الاسعار يمكن تنقص شويه. ما نتصورش معناتها المواطن تو معناتها كان يشري بحاجه بدينار باش تولي ب 500، هذه مستحيله معناتها ما تجيش. يمكن معناتها كل 100 وال 200 فرانك معناتها في الحاجه باش تنقص، اي اما هذايا باش يولي المواطن معناتها في جيبه ديما الفلوس، معناتها يمشي للمارشي ويرجع في جيبه الفلوس، هذه مستحيله شويه. اما الحكومه مازال كي بدات راهي معناتها ما نبداوش نجريو، توا في اجتماع الاولاني نبداو. ماذا تنتظر؟ ننتظر ان شاء الله كل خير، ونحن معناتها مدام الاحزاب ما حطوش فيها ايديهم الحكومه هذه، انا نتصورها باش تكون باهيه وتكون فهمتني ولا في المستوى المطلوب اللي نحن معناتها نستناو فيه. ضروره تخفيض الاسعار تونس توا، معناتها انت ترى الزوالي ما عادش ينجم ياخذ قضيته، معناتها انت ترى توا الدجاج سكالوب 18 دينار بلا في البلاد هذه شيء غريب، البرشني ب 16000 وسكالوب ب 18 دينار، معناتها لانه سكالوب مرتبط بالعائله البرجوازيه نعرفوها تحكم في البلاد لمده سنوات ومده قرون يعني عقود.
بينما ما هو معناتها في علاقة بالفلاح اللي هو الفلاح يعني ركيزة المجتمع التونسي وركيزة البلاد رخيص طايح معناتها الأسباب. ترى مثلا أنت علاش البطاطا طلعت وعلاش الفلفل طالع وعلاش الطماطم طالع؟ لأنه الفلاح مش مدعمه فيه، الفلاح مش ماخذ في دعم، ما عادش الفلاح ما عادش يزرع، ما عادش يزرع الخضرة، ما عادش يزرع، ما عادش الغلة متولي بها كما متولي بها قبل، لأني ما عادش تخلص. أنت البطاطا مثلا كانوا عملوه، لأن نسمع بكري معناتها في الأسبوع اللي الفارت نسمع معناتها في أحد الإذاعات تحكي على أساس أنه في العام الفارت 10500 هكتار مزروعة بطاطا، أثناء زارعين 4500 هكتار وممكنش يزيدوا 2000 هكتار أخرين، معناتها باش توصل 6000 هكتار اللي هو تقريبا نص الصابة متاع العام الفارت. لهناش باش يصير لهنا، باش تولي البطاطا ب 4000. ليش؟ لأنه الفلاح غالي عليه الزراعة، غالي عليه معناتها التكلفة متاع يعني المادة الخام اللي باش يزرعها. احنا نفرحوا، أنا متفائل وأنه بحول الله ممكن في جمعة جمعتين أخرين الأسعار باش تنخفض، وهو دوره هذاك اللي قام به السيد الرئيس مشكور عليه. إن شاء الله هالمستكشفين هذوما والناس اللي حشاك عندها الأموال وعندها الفريقوات وعندها فهمني كما قلها وقاعدين يجوعوا في الشعب التونسي، على خاطر ثم وراهم برشا ناس لوبيات اللي هي قاعدة تشكل في حاجات باش احنا نجوعوا باش نقوموا ونعملوا برشا حاجات. ولكن بحول الله الشعب التونسي فايق مثقف، مع انا حسب رايي ماشي مع السيد الرئيس في من نهار 25 من القرارات اللي خذاها ما خذاهاش حتى رئيس دوله قبل، فهمني قرارات ممتازه فهمني، ولذا احنا نعاونوه والناس هذم اللي عندهم الفلوس ورجال الاعمال بحقهم يزيدوا يعاونوه، على خاطر احنا شعب تونسي الكل ما نكونش حتى عندنا اختلافات موجوده، عندنا الاختلافات اشنا، اما نعيشوا في تونس هذه بلادنا وطننا نتاعنا، وبحول الله ان شاء الله التوانسي يفيقوا على رواحهم. إن شاء الله ينقصوا، مش ليه في ساعة وتكون مش ينقصوا بشوي بشوي، أما يرحم والديه الحق، يرحم والديه وربي يبارك له وبقدرة ربي ما يعمل إلا الحاجة به. قيس سعيد رئيس هك، وغير إن شاء الله ياخدوه هك الناس اللي ما نجمش نسميهم. شكون الناس؟ ناس شو شكلك؟ تبعد عليه جماعة النهضة، هاو نزيد نوري وجهي، يبعدوا عليه جماعة النهضة، أنا ما خاف من حد، خاف إلا من رب كهول، ويبعدوا عليه وكهو وسيب علينا كي الأسعار إن شاء الله تنقص، والواحد ينجم يقضي على قد ما يقدر، مش ملزوم يشري كل شيء، كل يوم تقضي لي تقدر عليه لي حاجتك بيه تقضي وكهو، ونعاونوا الرئيس يلزمنا شوي صبر، احنا التوانسة مشكلتنا ما نصبروش، يلزمنا نصبروا عليه. طب شوي بشوي لازمها تنقص الاسعار، اسعار نار، لا زوالي لا لاباس عليه نجموا يخلطوا الحكايه هذه. كيلو بنان ب 5000، سردينه ب 5000، كل شيء زاد، العباد كسوا سيف الطبقه الضعيفه ولا المتوسطه ولا لاباس عليهم، ظهر لي ما عادش قادرين على الاخر زاد، العباد ياخذوا في الديشي راهو قاعدين، ياخذوا في الديشي وباسوام وعطيهم ياكلوا برك، مشكلتهم توا كرشهم، العباد تعمل اللي تحب. الأسوام اللي يعملوا يحطوا اللي على اللي كيف مخه يذبحوا في المواطنين وكاو، وين مراقبة الأسعار؟ ما فهمتش يراقبوا في شكون؟ يراقبوا في روايحهم ولا يراقبوا في الأسعار؟ بالنسبة لي أنا رأي الأسعار ما تشدش جملة. علاش؟ ما تشدش خاطر ما فماش عباد منضبطة قاعدة، جماعة مثلا جماعة الاقتصاد قاعدين يدوروا، الناس هذوما يتخادموا على زي رؤوسهم، ما تنجمش تشدها راه. إذا كان هذاك يجيب مثلا مرشي القرو الاخر يجيب فيها من السواني ما نجمش شدها، فهمت؟ وان شاء الله ان شاء الله تبيع شويه السلعه. يعني هذه خطوه اولى يعني ما تبشرش بالخير؟ لا حاجه باهيه، حاجه باهيه على الاقل خلي العباد تفيق شويه وان شاء الله يبشروا في الموضوع هذا ويتبعوه، خاطر العباد ما عادش خالطه. قد عانى شعبنا الكثير وسالت دماؤه الزكيه الطاهره من أجل أن يعيش بكرامة لا أن يتم تجويعه من قبل من
لا يريدونه إلا تجويع الشعب وإجهاض كل مخططاته المشروعة في الحياة الكريمة. هؤلاء المجرمون يحاولون تجويع الشعب والتنكيل به في كل مظاهر الحياة، في الأسعار، في الغذاء، في النقل، في المستشفيات، ضرب كل مظاهر الحياة حتى يبقوا هم الذين يتحكمون في إرادة الشعب من وراء الستار. هؤلاء الذين يسمون مجموعات الضغط أو اللوبيات لابد من القضاء عليهم، لأنهم يتحكمون من وراء الستار في الشعب التونسي وفي مقدراته. فأما أن تكون هناك دولة تقوم بدورها كاملة، وأما أن تكون هناك سلطة تعبر عن إرادة الشعب إرادة حقيقية، وتعلمون كيف وضعت بعض النصوص للصوص، وضعوها حتى يتمكن اللصوص من البقاء في وضع يمكنهم من الإفلات من العقاب. يقضوا كل شيء، راهو غير هكاك. احنا يلزمنا هكاك نشهد ووك تو الزقوق وعيطوا عليه غالي امشي تلك الناس كل تشري. يا ودي اصبروا شوي، السنة ما يسالش، ما مازلنا نمشوا بشوي نصبروا حتى لين رئيس الجمهورية نجم يغلبك الجميع الكل. هو ماشي بالحق، مسكين ماشي بالحق، يا رب يتعاونوا. حكاية فير، مش باش ينقصوا في الأسعار، باش يسمعوا كلامه نهار اثنين ثلاثة وبعد يرجعوا باش يمتثلوا له معناها نهارين اثنين ثلاثة ومن بعد يرجعوا نفس الحكاية. حتى شيء، حكاية فير، مش باش تزيد، مش تنقص الأسعار، يا عمال تزيد الأسعار. وأنت تو كيف في بالك باش معناها تنقص في الأسعار باش تقوى قدرة الشرائية، حكاية فير، مش يتبدل فيها حتى شيء، صدقني مش يتبدل فيها حتى شيء. برجع السوق كيفاه؟ تو عندنا نص نهار ونص والسوق كيفاه؟ ما عادش تحت القدرة الشرائية راهي، ولينا نخدموا معناها كلي كابتين وكعبة. كانت عندنا حرفاء تجي لهنا، سوق مركزية راهو اسمه السوق المركزية، عندنا حرفاء تجي معناها عمل 12 شهر، تو ما عادش يجيوك من الغلاء من الغشة من كل شيء، فهمتني؟ وحتى كي باش تنقص في الأسعار شو يمتثلوا لك نهارين اثنين ثلاثة أيام أربع أيام، مش تعاود ترجع نفس الحكاية. جايب 800 خذ لك هذه عمرهم السيادة 100 فرنك في الحلف، وين 100 فرنك حق تبيع بطاطا كيلو برفين الجيش وصل ب10000 الكيلو. انا اسعار اشتري الجيش ب8000 فرنك، اشتري الجيش مش جيش، اشتري الجيش 8000 فرنك.